إذا تعدد اللغات يعني تعدد المشارب، وكما ذكرت أن في كل جبل من هذه الجبال فيها قرية وفيها أهل خاصة بهذه القرية. كيف تم التعايش مع اختلاف كل هذه المشارب والمذاهب في داغستان؟ يطرح هذا السؤال كثير من الناس. نعم. الحمد لله نحن مع كل هذه الطوائف، مع هذه الشعبيات وقوميات، نعيش بعيشة هنية، لا نعرف هناك مشاكل ولا نعرف هناك انصدامات بين القبائل. نعم. إلا أن هناك نحن تعانينا من مشاكل التطرفية، اللامذهبية، السلفية، وغيره من المشاكل الكثيرة. نعم. لأنكم قريبين من بؤر الإرهاب إن صح هذا. نعم. التعبير. نعم. نعم. نحن فقدنا أكثر من 65 عالما، شيخا وأئمة، ففقدنا أيضا كثير من رجال الدين بفكر التطرفي الإرهابي السلفي، فقدنا وللأسف كثير من الناس طيبين. مرحبا نال اللقاء كتبا، أرض مقدسة نبت عليها الصبا. يا مرحبا مرحبا نال اللقاء كتبا، أرض مقدسة نبت عليها. تحدثت بحرقة نوعا ما واسترجعت أيضا ذكريات الماضي، الفكر التطرفي الذي لحقت أو طالت يداه جمهورية داغستان، لم تسلم داغستان من هذا الفكر التطرفي، وتحدثت عن أنه 65 عالم قضوا حتفهم وقدموا أرواحهم فداء للوطن بسبب هذا الفكر التطرفي، وعلى رأسهم المفتي السابق الشهيد البطل سيد محمد أبو بكاروف، هو وأخوه وسائقه يوم الجمعة وصلوا إلى جامع المركزي لأداء صلاة الجمعة، ووضعوا سيارتهم في الموقف وفتحوا الباب ليخرجوا، وإذ انفجر سيارته مفخخة فاستشهدوا جميعا. وبعده كثير، ومنهم شيخ غلام محمد هو من كبار علماء داغستان، بعد صلاة العشاء وبعد مجلس الصلاة على النبي ليلة الجمعة خرج من المسجد الذي كان إماما فيها متجها إلى البيت. نعم. قبل أن يصل إلى البيت انفجر سيارته مفخخة، مات هو وأخوه وجرح سائقه واستشهد. وبعد ذلك شيخ سعيد أفندي قدس الله سره، هو من كبار علماء داغستان، من قطب مشايخ داغستان، شيخ طريق النقشبندية والشاذلية، كبير السن حوالي 80 سنة، فدخلت إليه امرأة فاجرة شريرة بصفة مريدة بحزام مفجر، دخلت إليه بصفة مريدة وفجرت نفسها في بيته، واستشهد هو ومعه 8 من المريدين. وبعده إمام الشيخ عالم كبير محمد ابن إدئم محمد، وكان إماما في الجامع المركزي في مدينة بونياكسك، فخرج من بيته بعد صلاة التهجد قبل أذان الفجر متجها إلى الجامع. قبل أن يصل إلى الجامع وضعوا هؤلاء السلفية التطرفية التكفيرية وضعوا قنبلة في الطريق في ممر، هم كانوا يراقبونه من أين يمر، مع أنه كان كل يوم يغير مشوار ويغير الخطة إلى مسارات والطرق، مسارات الطرق، وهم راقبوا من أين يمشي، وضعوا القنبلة في طريقه وفجر القنبلة، مات هو
وحارسه ومرافقه واستشهد جميعا. يبدو أن الموضوع تصفية حسابات، يعني اختيار الآن أسماء معينة من علماء داغستان، وكأن هناك من يريد أن يصفي حسابات. هل كانت هذه التصفية من الداخل أم مصدر خارجي؟ يعني هم كانوا يرسلون رسائل. طبعا كل عالم الذي استشهد كان يأتيهم الرسائل من هؤلاء، رسائل تحديدات. يقولون تب من مذهبك أو تب من طريقتك السر سلفيا، أو لا تدعو إلى التصوف، لا تدعو، لا تفعل كذا وإلا نحن نقتلك. يأتيهم الرسائل. ثم يعني طبعا لا كيف يخاف منهم، لا يخاف منه أحد. وهم يقولون نحن يعني خلقنا الله ويقبل الروح الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانوا يمشون. نحن كنا نقول لهم يعني خلينا نحن نشتري لكم سيارات مسفحة، نكثر الحراس كذا. هم كانوا لا يقبلون. إذا كتب الله عز وجل أن يقبض روحنا يقبض، وإلا نحن نعيش. تعددت الأسباب والموت واحد. من متى بدأت هذه التصفية إن صح التعبير، أو سلسلة الاغتيالات؟ من عام 1998 بعد انفكاك الاتحاد السوفيتي، وبعد ما انفتحت الحدود وفتحت روسيا أبوابها للدول جميعا، ودخلت العرب برئاسة خطاب جماعته، دخلوا وغسلوا دماغ المسلمين. ومن بعد هذه الفكرة بدأت هذه الفتن. هل هي كانت محاولة لضم داغستان لدولة مجاورة؟ طبعا يعني كما تعلمون الشيشان كان في حرب مرتين. أولا هم كانوا يدافعون عن أنفسهم، يريدون الاستقلال، والاستقلال كانوا يريدونها لأن هناك من يرشدهم ويدلهم إلى ذلك. يقولون لهم أنتم لماذا لا تستقلون؟ لماذا تعيشون تحت الكفرة؟ أسسوا خلافة إسلامية، دولة إسلامية. وهم فكروا أن هذه الفكرة طيبة، وإذا استقلنا نحن نعيش عيشة هنية. هذا فكرة خاطئة. يعني أليس أحسن للجميع أن يكونوا ضمن دولة كبيرة من أن يكونوا جمهورية صغيرة مستقلة؟ ولذلك يعني شن الحرب في شيشان مرتين، وهناك يعني من هرب من شيشان إلى داغستان، وبدأ أن يدعو الشعب الداغستاني إلى هذه الفكرة، وكثر فيهم من يتبعهم وثار الفتن. جميل. كيف يعني استطعتم أن تجابهوا هذا الفكر التطرفي؟ وأنتم تعلمون شيخ شهاب الدين أن هذا الفكر إذا دخل في سماء أي دولة يدمر الدولة عن بكرة أبيها. كيف استطعتم أن تصدوا هذا التفكير؟ بمساعدة روسيا وقوات المسلحة الروسية والجيش والشرطة الروسي، وهم قضوا عليهم. هذه 3 سنين الأخيرة لم نسمع هناك انفجار. 3 سنين الأخيرة يعني لم نسمع أن هناك قتل إمام مسجد أو استشهد أو انفجر سيارة مفخخة أو انفجر البيت أو انفجر المكتب. لم نسمع هذه 3 سنين الأخيرة. جميل. هذا يقول أنهم إما تراجعوا عن فكرهم أو انتهى من كان في هذا الفكر الشنيع الباطل.